مرور 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورغم استشهاد أكثر من 30,000 فلسطيني بسبب عمليات القصف الغاشم، ما زالت آلة الحرب الإسرائيلية متعطشة للمزيد، وما زالت تبحث عن ضحايا جدد سواء كانوا بشرا أو بنايات. خلال الساعات الماضية تداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قصف قوات أو طائرات الاحتلال الإسرائيلي إحدى البنايات بوابل من الصواريخ دون أي سبب. لنشاهد. الحصول على المساعدات في قطاع غزة بات مصدر الفرحة الوحيد للشعب الفلسطيني حاليا، في ظل سياسة الحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وهو ما يجعل البعض يوثق لحظات حصوله على تلك المساعدات، مثل هذه الطفلة الفلسطينية التي وثقت واستعرضت محتويات صندوق المساعدات الذي حصلت عليه. دعونا نرى. أنبوكسنج، لكن هاي مرة بالإنزال الجوي. وهذا جدول لاستعمال لمدة أسبوع. فيه برغل بالحمص، فيه دارسة عدس، شوربة عدس، دجاج وسوتيه بالخضار، يأخذ الفاصوليا المكسيكية، رز بشعرية، كمان مرة برغل بحمص، كمان برغل بحمص، طبيخ فاصوليا، برغل بالبندورة والخضار، برغل الفطر، عشق الفطر، أوز الحرب، جربة عدس، حاجتين متحمسة إني أجربهم هما الرز بالخضار والبرغل بالفطر. هذا شكلهم النهائي، بس عشان يصيروا مش راح أقدر أجربهم.